نروح نقرب اكتر للمنتخب الاولمبي ونعرف التفاصيل اكتر من الاستاذ محمد مراد الناقد الصحفي الرياضي الكبير في اليوم السابع. تحياتي ليك يا استاذ محمد. تحياتي ليك كابتن اسامه وكل سنه وحضرتك طيب بخير، وفريق النادي الاهلي طبعا تاخد نهائي دوري ابطال افريقيا كالعاده يعني. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا استاذ محمد. حطينا اكتر في الصوره مع المنتخب الاولمبي، وعايز اعرف توقعك برضو للقائمه اللي هيرسلها بكره الكابتن شاوي غريب ان شاء الله. بص يا كابتن، يعني اولا لغايه دلوقتي الله يكون في عونك كابتن شوقي غريب، يعني خلاص النهارده محمد صلاح رسميا كده خارج اولمبيات. نادي ليفربول لغايه الساعات الحاليه يعني ما ارسلش موقع ان اللاعب يبقى موجود في الاولمبيات، فبالتالي خلاص تم استبعاد محمد صلاح من قائمه الثلاث لعيبه الكبار اللي هيشاركوا في الاولمبيات. ودي الحقيقه يعني كانت مش عايز اقول هي خساره، هي كانت هتبقى مكسب كبير قوي للمنتخب لو لاحظ زي محمد صلاح موجود في قائمه منتخب مصر في الاولمبياد، كانت هتلقي الضوء اكبر عليك كابتن كمنتخب، وان انت موجود معاك ثالث احسن لعيب في العالم وهيبقى حافز اللعيبه. لكن خلاص يعني بصفه نهائيه محمد صلاح خارج الاولمبياد. بالنسبه للقائمه كابتن تبتدي كده بكذا سيناريو، يعني في كذا سيناريو لو الاهلي لو ماتش الاهلي وماتش الاهلي وكايزر تشيفز تلعب يوم 17 يوليو كده هيبقى في مشكله كبيره جدا للمنتخب الاولمبي. اولها يعني اللعيبه الاساسيه في المنتخب الاولمبي اللي هو طاهر محمد طاهر وصلاح محسن واكرم توفيق واحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر هيبقوا موجودين ولا لا؟ لغايه دلوقتي سمعنا ان في اتفاق ان النادي الاهلي يسيب اثنين او ثلاث لعيبه للكابتن شوقي غريب لو في حاله ان النهائي الافريقي هيقام يوم 17. هل حصل تنسيق يا استاذ محمد بس في الحته دي ما بين النادي الاهلي وكابتن شوقي غريب ولا لسه؟ هو الكلام اللي احنا سمعناه امبارح ان في حصل تنسيق، لكن تم لو في حاله ان المنتخب سافر يوم 17 يعني في حاله النهائي يقيم يوم 17 فبالتالي كده هيبقى اللعيب الاهلي بره. لو اللعيبه مش موجودين هيبقى يعني في اتفاق على اثنين هيبقوا موجودين غالبا، يعني ناصر ماهر واسم ثاني يعني مش عايز اقول عشان هو كده كده خارج قائمه المنتخب الاولمبي في الاولمبياد مش هيبقى موجود، لكن طاهر محمد طاهر وصلاح محسن واكرم توفيق واحمد رمضان بيكهام يعني اعتقد ان النادي الاهلي مش هيتخلى عنهم في ماتش زي ده في نهائي دوري ابطال افريقيا. ومش عايز اقول يعني مش عايز اعمل ازمه من دلوقتي ان هو الناس تطلع تقول لك لا ده المنتخب اولى بلعيبه زي دي في الاولمبيات. خلي بالك يا استاذ محمد الحدثين بيمثلوا مصر النهارده. النادي الاهلي لما بيوصل للنهائي الافريقي وهو الممثل الوحيد الكره المصريه فهو بيلعب باسم مصر، ايضا البطوله الاولمبيه مع كابتن شوقي غريب بتلعب باسم مصر، فالحدثين حدثين كبار. والنادي الاهلي وكابتن مش عايز اقول ان من حقه يتمسك بلعيبته، طبعا بطوله كبيره وبطوله هتوصلك لكاس العالم للانديه، وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن واكرم توفيق لعيبه ما لهمش بدايل في النادي الاهلي، يعني تحديدا طاهر واكرم، يعني اكرم هو اللي شارك جبهه اليمين دلوقتي في غياب محمد هاني، يعني يا الله يكون في عون، يعني مش عايز اصور في الموضوع ده عشان الناس ما تحسبش ان النادي الاهلي بيقول لك لا انا متمسك بلعيبته. من حقه طبعا يتمسك بلعيبته، وفي بطوله زي دي طبعا هو بطوله بقى له سنه بيجهز فيها وبيشارك فيها من اول ووصل للنهائي، فهيسيب لعيبه زي دي لعيبه مؤثره طبعا الموضوع هيبقى صعب. يعني نرجع لموضوع ثاني يا كابتن اسامه، يعني اتمنى ان شاء الله، يعني سمعنا النهارده ان في كلام ان النهائي الافريقي ممكن يتاجل خالص لما بعد اولمبياد طوكيو، فاعتقد ان الحل ده لو اتعمل هيبقى حل مرضي للجميع سواء الاهلي او سواء كايزر شيفز اللي موجود منه اكثر من لعيب برضه في المنتخب. خلي بالك للحظه اللي حضرتك بنتكلم فيها دلوقتي ما فيش اي جديد، هو البطوله يوم 17 هي دي كلها تكهنات وتوقعات بس. يعني هو زي ما انت قلت يا كابتن فعلا هو يوم 17، الى الان الماتش يوم 17 في ميعاده، فبالتالي الماتش لو 17 ما فيش لعيبه من النادي الاهلي هتنضم للمنتخب الاولمبي باستثناء يعني اتوقع يبقى ناصر ماهر بس يبقى موجود مع النادي الاهلي في منتخب مصر الاولمبي. لو ان شاء الله الماتش اتاجل يترحل بقى يوم 15، وده اللي اتحاد الكوره طلب بيه امبارح في خطاب للاتحاد الافريقي، لكن لغايه دلوقتي ما فيش رد رسمي. فان شاء الله هتكون الازمه محلوله، هيكون اكثر من لعيب من النادي الاهلي موجودين سواء بقى اللعيبه الاساسيه اللي هم طاهر وصلاح محسن. طب مصطفى محمد موقفه ايه يا استاذ محمد؟ مصطفى محمد نكمل الاهلي الاول، لان لو الاهلي زي ما قلت لك يا كابتن لو يوم 15 هيبقى لو الماتش هيبقى يوم 15 هي يعني ان شاء الله باذن الله هنشوف محمد الشناوي وايمن اشرف موجودين في قائمه المنتخب. هيتيح الفرصه طبعا لكل اللعيبه تبقى تحديد كابتن شوقي غريب لو الماتش 15 وتم تقديمه يوم او يومين.
يعني هيبقى محمد الشناوي كابتن، يعني كل اللعيبه الاساسيه بتوع منتخب اولمبيا هيبقى محمد الشناوي ان شاء الله موجود، وهيبقى ايمن اشرف اللي هيعتمد عليه الكابتن شوقي غريب سواء في منطق في مكان في مركز المدافع المساك او مركز الظهير ايسر، لان هو بيعتبر ايمن اشرف لعيب جوكر في حاله ان الماتش يوم 17 زي ما قلت لك ما فيش كده لعيبه في الاهلي هتروح، هيتم اللجوء طبعا لنادي الزمالك، هيبقى طارق حامد والونش بالاضافه الى احمد حجازي المحترف في اتحاد جده السعودي. احمد حجازي خلاص تاكد، احمد حجازي تاكد، احمد حجازي ده يعني اللاعب الرسمي الرئيسي لغايه دلوقتي قائمه منتخب مصر الاولمبي من الثلاثه الكبار. لو في حاله النادي الاهلي زي ما قلت لحضرتك مش موجوده يا كابتن، هيبقى طارق حامد والونش نادي الزمالك موجودين مع قائمه منتخب مصر الاولمبي. مستوى محمد لغايه الان يا كابتن يعني موقفه ما تحددش بصفه نهائيه، لكن الاقرب 70 او 80% مستوى محمد هيكون خارج قائمة منتخب مصر في خارج قائمة منتخب مصر للأولمبياد، لأن النادي جلطة الطاير لغاية الآن متمسك بانضمام اللاعب، على الرغم من اللاعب أصلا كابتن مصاب، يعني مصاب من أول امبارح في ماتش ودي مع قدامه أسبوعين أو ثلاثة أسابيع عشان يرجع. محتاج من أسبوعين لأربع أسابيع بناء على الاتصال اللي تم من الجهاز الطبي للمنتخب الأولمبي وبين الجهاز الطبي المسؤول نادي جلطة الطاير. فبالتالي يعني لو في موافقه من نادي جلطة على انضمام اللاعب للمنتخب الاولمبي الكابتن شوقي غريب هيضمه، خاصه ان النهارده لسه 29 يا كابتن، في خلال اسبوعين او ثلاثه هيكون مستعد، واحنا اول ماتش بالنسبه للمنتخب الاولمبي هيبقى يوم 22 مع اسبانيا الساعه 9:30 الصبح، بعد كده خلي بالك هو ده ماتش البطوله يوم 22 مع اسبانيا، اسبانيا فريق قوي، فريق مرشح للاولمبياد، فهي ضربه البدايه دي هي الاهم بالنسبه للكابتن شوقي غريب. طب استاذ محمد النهارده لو تم اقامه المباراه يوم 17 ده في المغرب، هيكون الساعه 9 هناك المباراه، يعني الساعه 11 يعني 12 بتوقيت المغرب، يعني 12 ده بتوقيت اليابان هيكون الساعه 8. لعيبه منتخب مصر لازم تدخل الفقاعه الطبيه يوم 18. طب لو تم تجاوز اليوم 18 ده، ممكن اللعيبه تلحق اليوم الاول ولا هيبقى الامور فيها صعوبه؟ ولا يعني هل النهارده برضو سمعنا اتحاد الكره ممكن يوفر طائره خاصه لعيبه النادي الاهلي؟ يعني ايه رايك في الموضوع دوت، او ايه المعلومات اللي عندك في الموضوع ده؟ هو في طائره خاصه للمنتخب الاولمبي بالكامل كابتن يوم 15 هتنقل الفريق لطوكيو، لكن المشكله ان النادي الاهلي كابتن هيرجع هيوصل القاهره يوم 18. تمام. فبالتالي الفرقه هتسافر انت عارف طبعا 19، لو هيسافروا ترانزيت فيقعدوا حوالي يوم يا كابتن في السفر طويل مصر لليابان او لطوكيو، فبالتالي ادي يوم كمان، يعني انت هتوصل يوم 19 بالليل او 20 يابان، فبالتالي هتدخل الفقاعه الطبيه هناك تبقى حوالي اربع او خمس ايام. لا اربع ايام فبقول حضرتك من اربع لخمس ايام، فبالتالي انت مش كده لعيبه النادي الاهلي مش هتلحق اول ماتش. فبالتالي يعني فالكابتن شوقي غريب اعتقد ان هو بنسبه كبيره لو المفروض النهارده هيتحسم، النهارده او بكره او بكتير قوي هيتحسم موقف نهائي دوري ابطال افريقيا. في حاله ان نهائي دوري ابطال افريقيا تاكد بصفه رسميه يوم 17، اعتقد ان الكابتن شوقي غريب مش هيضم حد بالنادي الاهلي باستثناء ناصر ماهر زي ما قلت لك او احمد رمضان بكر، لكن هو الاقرب لغايه دلوقتي ناصر ماهر هو اللي هيبقى موجود بالنادي بالاتفاق مع النادي الاهلي طبعا، لكن النادي الاهلي متمسك بباقي لعيبته وده حق اصيل. زي ما قلت لك يعني في البدايه خالص الله يكون في عون كابتن شوقي غريب، عنده ازمات كبيره، غياب مستوى محمد ده من يعني خساره كبيره طبعا، غياب صلاح محسن او طاهر او اكرم توفيق خساره كبيره جدا، لكن معاه ان شاء الله اكثر من لعيب بديل واكثر من لعيب جاهز ان شاء الله يحلوا ازمه في الاولمبياد. لكن بالنسبه يعني سمعنا زي ما قلت لك يا كابتن في البدايه ان سمعنا النهارده هيبقى في تاجيل للدوري نهائي دوري ابطال افريقيا، فده لو تم يعني ان شاء الله يبقى حل مرضي لجميع الاطراف ان شاء الله يشارك بقائمه. طب اخيرا استاذ محمد، هل في مفاجاه متوقعه، اسم مثلا يضاف للقائمه، القائمه اللي هيبعتها بكره كابتن شوقي غريب، هل في مفاجاه؟ لا هي الاسد هي الاسامي كلها معروفه كابتن، يعني معروف. هي يعني كابتن شوقي غريب استقر بنسبه 100% على الاسماء، هي بس موضوع المباراه النهائي الافريقي وحسب تحديدها هتتقدم يوم يومين، هتلعب 17 على ضوء المباراه دي، يعني ممكن يبقى في تغيير بعد كده يعني، ولا خلاص بكره كابتن شوقي غريب بيرسل القائمه ما ينفعش يغير فيها بعد كده؟ هو بكره كابتن للاسف اخر يوم في ارسال القائمه، هتبقى حوالي 18 لعيب اساسي واربع لعيبه احتياطي، دول من حقه يبدل فيهم في حتى خلال البطوله لو في حاله لا قدر الله اصابه اي لاعب، لازم يبقى في تعرير طبي وسبع جهاز طبي وسبع جهاز فني، فكده يبقى العدد كله بكره لازم يبقى بكره 29 18 لاعب واربعه احتياطي وسبعه جهاز فني، ده اخر ميعاد ليصدر القائمه، مفيش ميعاد تاني،
زي ما قلت يا كابتن، ان هو كان يعني من شهر 3 بعد حوالي يعني حوالي 90 اسم، بعد كده في شهر 5 بقى حوالي 30 بتصفوا اسم. بعد كده. كل فتره كانوا بيخفضوا، فبكره القايمه النهائيه اللي بتشارك في اولمبياد طوكيو وكلها اسامي، يعني يا كابتن لو اتكلمنا فيها كلها اسامي معروفه وكانت موجوده معظمها ان شاء الله في المعسكر الاخير. زي ما قلت لك، هو الخلاف الوحيد لغايه دلوقتي لعيبه النادي الاهلي والنهائي الافريقي هيبقوا موجودين ولا، لكن باقي اللعيبه كلها العناصر كلها معروفه وموجوده. ان شاء الله. كان بعض الخلاف على بعض الاسماء، محمد صلاح موجود ولا، لكن خلاص تاكد. في النهايه يا استاذ محمد بنتمنى كل التوفيق للكابتن شاوي غريب، الاستاذ محمد مراد الناقد الرياضي في اليوم السابع. بشكرك شكرا جزيلا. دي كانت الصوره كامله بالنسبه للمنتخب الاولمبي اللي بكره ان شاء الله الكابتن شاوي غريب على الساعه 12 الظهر هيعلن عن ال 22 لاعب، ال 22 لاعب اللي هيكون موجودين معاه ان شاء الله في الاولمبياد. نتمنى كل التوفيق للكابتن شاوي غريب والكتيبه بتاعته ان شاء الله باي لعيب. كابتن شاوي غريب من عنده جيل محترم قادر انه يحقق انجاز للكره المصريه.